الثالثة بتوقيت العاصمة طرابلس، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين. المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة يؤكد استهداف سلاح الجو والمدفعية الثقيلة لبوابة الخمسين أمس الجمعة، وهدوء يسير دون المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية. اجتماع مرتقب لمجلس خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يبحث الوضع في ليبيا وإمكانية تمديد مهام العملية البحرية الأوروبية صوفيا لمكافحة المهربين. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ونظيره في البيضاء يتفقان على توحيد المؤسسة واستئناف الصادرات بشكل طبيعي من ميناء الحريقة، والسفير البريطاني يرحب بالاتفاق. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي محمد الغصري استهداف سلاح الجو والمدفعية الثقيلة لبوابة الخمسين يوم أمس الجمعة. أوضح الغصري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أغلب المحاور قد شهدت يوم أمس هدوءا بسبب سوء الأحوال الجوية، مع رصد قوات الغرفة لتحركات ما يعرف بتنظيم الدولة في محيط منطقة بوغرين. وأشار الغصري إلى زيارة آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية وعدد من الضباط إلى غرفة العمليات المشتركة، وتأكيدهم على العمل تحت قيادة غرفة المجلس الرئاسي في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. قال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص في إجازه الصحفي إن قواته ما زالت تسيطر على الطريق الرابط بين منطقة أبو غرين والجفرة بعد التحامها مع القوات المتمركزة في الجنوب، كما قال أن قواته تحافظ على مواقعها التي سيطرت عليها يوم أمس على الخطوط الأمامية باتجاه بويرات لحسون، مشيرا إلى أن قوات جديدة انضمت إلى قوات عملية البنيان المرصوص لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة. هذا وقد أفاد المركز بأن قوات البنيان استهدفت بالقصف المدفعي الثقيل بوابة الخمسين والتمركزات المجاورة لها. أفاد رئيس مكتب الإعلام في مستشفى مصرات المركزي عبد العزيز عيسى بنقل عدد من جرحى الاشتباكات الخميس إلى تونس وتركيا لتلقي العلاج. وأضاف عيسى أن المستشفى وفرت عددا من النواقص المتمثلة في المحاليل الطبية ومستلزمات الجراحة، مشيرا إلى عدم استقباله لأي حالات من الجرحى خلال اليومين الماضيين. من جانبه أوضح عضو المكتب الإعلامي لغرفة العمليات الخاصة أبو بكر مصطفى أنه قد تم نقل 29 جريحا من مستشفى مصرات المركزي لتلقي العلاج في تونس، فيما تم نقل 11 جريحا إلى مستشفيات تركية، وبقيت في المستشفى 3 حالات وصفها بالحرجة وتبذل المساعي لنقلها إلى مالطا. إلى مدينة بنغازي، حيث أفاد مركز بنغازي الطبي بسقوط قذيفة ظهر اليوم في المنطقة المحيطة بالمركز دون أن تسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح. وكان مركز بنغازي الطبي قد استقبل يوم الخميس الماضي 3 قتلى وعددا من الجرحى جراء سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من محيطه. تباحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير الدفاع المفوض بالحكومة المهدي البرغثي في لقاء جمعهما بقاعدة أبو ستة، تباحثا الترتيبات الأمنية والوضع العام في البلاد وفي مدينة بنغازي بشكل خاص. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن السراج والبرغثي بحثا تفاصيل المهام المسندة للحرس الرئاسي الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا والذي يضم وحدات من الجيش والشرطة. في مدينة درنا، قام فريق انتشال الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي هناك بانتشال جثة أمام مسجد الأنصار بمنطقة الفتايح
تعود لعبد السلام صداقة بعد أن تم إبلاغ الهلال الأحمر عن مكان دفن الجثة بمنطقة سيدي عون بالقرب من مصنع الدقيق. وقال مصدر من درنا إن المجني عليه فقد الاتصال به منذ نحو 3 أشهر، وقد تم التعرف على المكان الذي دفن به بعد أن بث ما يعرف بتنظيم الدولة شريط فيديو يوثق مراحل وجوده بمنطقة الفتايح وانسحابه حتى سرت والإعدامات التي نفذها. يعقد الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع لمجلس خارجية الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني لبحث الوضع في ليبيا. أوضحت الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمي أن اجتماع بروكسل سيبحث إمكانية تمديد مهام العملية البحرية الأوروبية صوفيا لمكافحة المهربين في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية وإمكانية مشاركتها في تدريب قوات خفر السواحل الليبية ومراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا. وافق حلف شمال الأطلسي الناتو على توسيع عملياته في البحر المتوسط لمساعدة الاتحاد الأوروبي على وقف مهربي البشر من ليبيا. وقال أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن الحلف ليس له دور قتالي في المنطقة، مضيفا أنه يمكن تقديم المساعدات في تدريب قوات الشرطة وحرس الحدود وخفر السواحل في ليبيا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الناتو يمكن أن يدعم عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي التي تعمل بالقرب من السواحل الليبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين ومهربي البشر والبضائع. وفي سياق متصل، شددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ على ضرورة التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والناتو لدعم عملية صوفيا في محاربة مهربي البشر ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين وتدريب قوات خفر السواحل الليبية. نحن نتحرك نحو المهام الإضافية المحتملة لعملية صوفيا مثل تدريب قوات خفر السواحل في ليبيا أو العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الحظر المفروض على الأسلحة. لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز قدراتنا لأن التعاون والتنسيق مع حلف شمال الأطلسي أصبح أمراً ضرورياً. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل. سيد جيدل، يعني من المنتظر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين اجتماعاً لبحث إمكانية تمديد عملية صوفيا لمكافحة مهربي البشر من ليبيا. برأيكم هل يمكن لهذا التمديد أن يشمل المياه الإقليمية الليبية؟ تحية لك ولكل إخوة المشاهدين. أهلا بك. أظن أن هناك إجابة سؤال. نعم، أن الهدف هذه المرة من تحديد عملية صوفيا ليس فقط مراقبة تهريب البشر في البحر المتوسط وإنما تجاوز ودخول المياه الليبية، ويبدو أن هذا الأمر قد حسم مؤخرا في فيينا وأنه كان أحد شروط التي أعطاها الأوروبيون لرفع الحظر الجزئي على الأسلحة عن ليبيا ومساعدة الدولة الليبية. نحن نرى أن لأول مرة يتدخل بشكل واضح حلف الناتو في عمليات عسكرية في ليبيا. هذا يدل على أن الأمر خطير جدا وأن المجتمع الدولي قد قرر أن هذه المرة أن يحارب الإرهاب بطريقة واضحة بعد أن حصل هناك إجماع بين المجتمع الدولي والحكومة الليبية. طيب سيد جيدل، يعني حلف الناتو بدوره وافق على توسيع عملياته في المتوسط لمساعدة الاتحاد الأوروبي على وقف مهربي البشر من ليبيا، يعني برأيكم كيف سيكون تدخل حلف الناتو في عملية صوفيا بعد تأكيده مؤخرا بأنه
لا دور قتالي له في المنطقة. طبعا هذا تناقض. حلف الناتو ليس مؤسسة أو منظمة دفاعية، وإنما منظمة قبل كل شيء هجومية، ولأول مرة حلف الناتو يتدخل بشؤون متعلقة بالهجرة. حلف الناتو لا يتدخل إلا إذا كان الأمر خطيرا ومتعلقا بالأمن الأوروبي. هذه المرة أظن أن حلف الناتو سيقوم بتنسيق ومع القوات، مع عملية صوفيا ومع القوات الليبية. هناك يبدو موافقة مبدئية للحكومة الليبية، طيب، بحيث يتم ترتيب عملية تنسيق لمحاربة تهريب. طيب هنا سيد جيدل، سيد جيدل عذرا للمقاطعة كي نستثمر الوقت، هنا عملية صوفيا قد تتجه إلى مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي. هل يفهم من ذلك بأن هناك محاولات لتهريب السلاح إلى ليبيا عبر المتوسط؟ نعم، ليس فقط لتهريب السلاح، هناك أسلحة تدخل ليبيا للمنطقة الشرقية للجنرال حفتر، وتقوم بذلك الإمارات ودولة مصر وخاصة المخابرات المصرية. الآن انتشار الأسلحة قد يتجاوز قوات حفتر، وقد تقع هذه الأسلحة في أيدي إرهابية وأيدي واردي البشر. المهم أن حلف الناتو الآن دخل في مراقبة عملية الأسلحة، وأيضا هو يحذر نفسه للرفع الجزئي عن الأسلحة حتى لا تكون الأسلحة التي تعطى لحكومة التوافق. اتضحت الفكرة سيد جيدل. في أيدي ما غير أمينة. الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل حدثنا من العاصمة الفرنسية باريس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد الوزير الجزائري للشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أن الجزائر وبريطانيا تتقاسمان نفس الرؤى بخصوص الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي الاطلاع به باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي. وشدد مساهل على هامش أشغال الاجتماع السادس للشراكة الاستراتيجية الجزائرية البريطانية على ضرورة تعزيز دور المجلس الرئاسي، قائلا إن أعضاء الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا تدعم حكومة الوفاق الوطني. وأكد مساهل ضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا، مشيرا إلى أن غيابه قد يهدد المنطقة بأكملها على حد تعبيره. اتفق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنعالله ونظيره في البيضاء ناجي المغربي على توحيد المؤسسة واستئناف الصادرات بشكل طبيعي من ميناء مرسى الحريقة. وجاء الاتفاق بعد عدة اجتماعات كان آخرها اجتماع فيينا في 15 من الشهر الجاري، حيث وقع الطرفان مذكرة مبادئ تهدف إلى دعم الجهود السياسية دون أي إقصاء حسب ما صرحت به المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الرسمي. وأشار الطرفان إلى أن استئناف صادرات الخام سيساعد في الحد من العجز في الميزانية العامة ويقلل من الاعتماد على الاحتياط المالي للدولة، ويؤمن انتظام الدخل بالعملة الصعبة، ويحافظ على وصول المحروقات وتوفرها للجميع. في سياق متصل، رحب السفير البريطاني ديفيد ميلت باتفاق المؤسسة الوطنية للنفط والذي يهدف إلى توحيد المؤسسة واستعادة نسق الصادرات بشكل طبيعي من ميناء الحريقة. واعتبر ميلت في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النفط مورد حيوي لمستقبل ليبيا. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي الباحث الاقتصادي حمدي حرويس. سيد حرويس أهلا بك، وبداية كيف تقرؤون هذا الاتفاق بين صنعالله والمغربي على توحيد المؤسسة الوطنية للنفط وأيضا استئناف الصادرات من ميناء الحريق النفطي؟ في الحقيقة هذا مؤشر إيجابي من ناحية الاتفاق الليبي الداخلي بين مؤسسة النفط الجسم الموازي لها. ولا ننسى في مثل هذا الموقف العامل الخارجي، العامل الخارجي مؤثر جدا في مثل هذه القرارات. بالتأكيد نحن من خلال متابعة ما يتعلق بالشأن الاقتصادي الليبي هناك العامل الخارجي مؤثر جدا،
وكان فعالا جدا في مثل هذه الأمور. نعم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى من الضروري أن يتم مثل هذه التوحيد في خصوص دولة ليبيا. الاقتصاد يمر بأزمة حادة جدا لأنه يعتمد اعتماد كلي على تصدير النفط، وإذا كان تم توقف تصدير النفط وخصوصا مع انخفاض الأسعار فبالتأكيد أن هذا ينعكس انعكاس مباشر على المواطن وعلى الدولة ككل. طيب مسائل طيب سيد حرويز هنا أو معيشة حتى المواطن. طيب سيد حرويز هنا مع استئناف الصادرات من ميناء الحريق النفطي، يعني هل تعتقدون أن هذا سيساعد في الحد من العجز في ميزانية الدولة وأيضا يقلل من الاعتماد على الاحتياطي المالي؟ هو بالتأكيد أن ميناء الحريق هذا ميناء ليس بالميناء الكبير، هناك مواني أخرى، ولكن هذا يعتبر على الأقل حل، وهذه ربما تجربة ناجحة ربما تنتقل إلى المواني الأخرى تدريجيا. نعم. يتم الاتفاق مثل ما حدث على ميناء الحريق يتم الانتقال على المواني الأخرى تدريجيا وإعلاء مصلحة الوطن العليا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي بالذات. نعم. ربما هي تخفف الأزمة لأن الأزمة حادة جدا، مثل نعلم جميعا أن العملة الصعبة في ليبيا هي التي تحرك السيولة وهي التي تحرك المصارف وهي التي الاعتماد كلي سواء في الواردات أو الصادرات الاعتماد كلي على النفط في المدى القصير. نعم. بالتأكيد سوف يخفف من حدة الأزمة ولو بشكل بسيط. طيب المؤسسة الوطنية للنفط قالت إن إنتاج النفط وتصديره سيستمر بانتظام، مشيرة إلى قرب فتح باقي الموانئ وأيضا خطوط الأنابيب المغلقة. يعني برأيكم ما الخطوات التي يمكن هنا اتباعها لفتح هذه الحقول والموانئ؟ بالتأكيد أن الجانب الأمني والاستقرار جانب مهم جدا في هذه المسألة. لا نستطيع أن نعول كثيرا على التصريحات، كما نعلم جميعا أن التصريحات ربما متفائلة وجيدة، ولكن الاعتماد على أرض الواقع، أرض الواقع قد تختلف نسبيا وقد تكون هذه التصريحات مشجعة، ولكن كما نعلم جميعا وهو الأهم الأمني والاستقرار عامل مهم جدا في مثل هذه المسائل، ولكن قد نجد هذه التجربة تجربة ناجحة. وأيضا بالنسبة للعمليات الصيانة لا تتطلب أموال كثيرة وهناك حلول كثيرة فيما يتعلق بخزانات النفط، تستطيع المؤسسة أن هي تجد حلول ليس بالحلول الصعبة، ولكن ربما حتى عامل التشاظم أو الانقسام هذا يؤثر تأثير كبير جدا على. شكرا لك سيد حرويس. نعلم أن البيروقراطية والخبرة قد تتركز في مكان دون آخر. نعم. بتوحيد المؤسستين سوف يكون هناك قرارات. إذن الباحث في الشأن الاقتصادي الليبي حمدي حرويس حدثنا من بنغازي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل. مراقبة أثار طرابلس، تفتتح المتحف الأثري الصغير في السرايا الحمراء في خطوة تهدف إلى توعية النشء بتقدير الموروث الثقافي في ليبيا. المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة يؤكد استهداف سلاح الجو والمدفعية الثقيلة لبوابة الخمسين أمس الجمعة وهدوء يسود المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية. اجتماع مرتقب لمجلس خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يبحث الوضع في ليبيا وإمكانية تمديد مهام العملية البحرية الأوروبية صوفيا لمكافحة المهربين. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ونظيره بالبيضاء يتفقان على توحيد المؤسسة واستئناف الصادرات بشكل طبيعي من ميناء الحريقة، والسفير البريطاني يرحب بالاتفاق. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس قسم التحري والضبط بمركز شرطة الجردة يحيى شوايل مقتل ابن الناطق باسم مديرية أمن سبها على إثر مشاجرة، نافيا أن تكون حادثة القتل على علاقة بعمل والد الضحية. وأكد شوايل فتح تحقيق في الموضوع مضيفا أن عمليات القتل والسطو المسلح والسرقة ما زالت مستمرة في سبها. وأضاف شوايل أن عدم تفعيل السجون والنيابة العامة وعدم رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين ساهم في انتشار الجريمة، قائلا إن الوضع الأمني لا يتحسن إلا بتفعيل هذه المؤسسات القضائية.
وجه رئيس لجنة الإغاثة وشؤون النازحين في بلدية باري السن الياس نداء عاجلا إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وذلك لرفع المعاناة عن نازحي المدينة في كل من طرابلس وضواحيها وصبراتة وزوارة. أوضح الياس لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أكثر من 1000 عائلة نازحة من باري تعاني أوضاعا مزرية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص السيولة في المصارف وتأخر المترتبات، ما أدى إلى عدم قدرة النازحين على سداد التزاماتهم اليومية. وأضاف الياس أن وضع المواطنين في باري لا يختلف كثيرا عن وضع النازحين نظرا لانعدام الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع المعيشية وتدمير البنى التحتية من منازل ومدارس، مطالبا المنظمات الخيرية بالوقوف مع أهالي باري ونازحيها. وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شجع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر ممثلي المجتمع الدولي على تلبية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا بعد لقاء معهم وصفه بالمثمر، مضيفا أنه لا ينبغي أن تكون الإنسانية رهينة للسياسة. في شأن آخر، افتتحت مراقبة أثار طرابلس يوم الخميس المتحف الأثري الصغير في السرايا الحمراء. وقال رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة أثار طرابلس رمضان الشيباني لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الهدف من افتتاح هذا المتحف هو توعية النشأ بتقدير الموروث الثقافي في ليبيا. وأضاف الشيباني أن مراقبة أثار طرابلس ستبدأ قريبا في المرحلة الثانية من المتحف، والتي تشمل إقامة عدد من الأنشطة والبرامج خارج المتحف، مشيرا إلى أن المتحف مفتوح للمدارس والعائلات في ساعات الدوام الرسمية. ومتابعة لهذا الموضوع، ينضم إلينا من العاصمة طرابلس رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة أثار طرابلس رمضان الشيباني. سيد الشيباني، أهلا بك. ولماذا المتحف الأثري الصغير، وكم استغرقت التحضيرات من وقت حتى تم افتتاح هذا المتحف؟ طبعا المتحف الأثري الصغير حلم طالما راود مخيلتنا وأفكارنا عندما شاهدناه في كثير من دول العالم المتمدنة والمتحضرة في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا. ففي كل العالم تجد هناك نواة أو فكرة أو جانب للأتري الصغير أو الأتري الصغير. نعم. هي الفكرة منها والغرض منها هو ربط الأجيال القادمة بالهوية الوطنية، كذلك لأجل الحفاظ على الموروث الثقافي من الاندثار ومن الطمس ومن الإشكاليات التي نعانيها. طبعا هي حتكون هذه الفكرة مدها. طيب، كم استغرقت التحضيرات سيد الشيباني حتى تم افتتاح هذا المتحف باختصار إذا سمحت؟ نعم، بالنسبة للتحضيرات طبعا تقريبا من قبل ثلاثة أشهر، استمرت ثلاثة أشهر بالتحديد ما بين ثلاثة وأربعة أشهر لغرض إنشاء هذا المتحف. طبعا كل المكونات اللي فيه وكل الشباب اللي يشتغلوا فيه من مراقبة أثار طرابلس، من باحثي مراقبة أثار طرابلس، من فنيي مراقبة أثار طرابلس ومهندسي فيها، فكلهم أعمال وطنية بإمكانيات بسيطة جدا. نعم. تمكنوا من تحقيق هذا الحلم الذي بإذن الله سيجسد. طيب سيد الشيباني، هنا ما هي الأنشطة التي سيشرف عليها هذا المتحف باختصار إذا سمحت؟ نعم، أهم منشط داخل هذا المتحف اللي هو عمل حفريات للطفل، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي سيقوم بها الطفل داخل المتحف، التي جسدت يعني أو عملت بعض المجسمات للموروث الثقافي الليبي بشكل عام. نعم. حسب التسلسل الزمني، إضافة إلى جانب من التاريخ الطبيعي. فالطفل حيقوم بحفرية مثل الحفريات التي يقوم بها باحثين الآثار بحيث يرسخ في ذهنه وفي. اتضحت الفكرة سيد الشيباني. إذن رمضان الشيباني رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة أثار طرابلس حدثتنا من العاصمة طرابلس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي النشرة، ولم يبقى إلا تذكير بالعناوين. المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة يؤكد استهداف سلاح الجو والمدفعية الثقيلة لبوابة الخمسين أمس الجمعة، وهدوء يسود المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية.
اجتماع مرتقب لمجلس خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يبحث الوضع في ليبيا وإمكانية تمديد مهام العملية البحرية الأوروبية صوفيا لمكافحة المهربين. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ونظيره في البيضاء يتفقان على توحيد المؤسسة واستئناف الصادرات بشكل طبيعي من ميناء الحريقة، والسفير البريطاني يرحب بالاتفاق. إلى هنا تنتهي هذه الجولة الإخبارية من ليبيا لكل الأحرار. شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.